الجرح إن كان مستورا، إن كان مغطى بلفافة أو خرقة أو دواء يعجز عن إزالته فليمسح، وذلك لأن المستور الفرض فيه الطهارة المائية مسحا، ولو طهره بطهارة مائية غسلا لم يجزئ، فلو غسل الجبيرة لما أجزأ، إلا إن فرع على قول في مسألة سابقة وهي مسألة غسل الرأس في الوضوء مع إمرار اليد أو غسل الخف مع إمرار اليد، فإن فرع على هذا القول فيجزئ، فيكون فرض ما ستر الطهارة المائية مسحا، فإن تعذر فالطهارة بالتراب وهي طهارة فرعية.